اوكي ماشي. اهلا بيكم في حلقه جديده من ويكلي نيوز. انا ايزر جيرل جيمر من عرب هاردوير. شركه يوبي سوفت تدعو المعجبين انهم يلعبوا اكبر مجموعه العاب ليهم لحد دلوقتي في جيمز كوم. بنقرب جدا لمعرض جيمز كوم 2017، وبالمناسبه دي اكدت شركه يوبي سوفت ان هيكون ليها حضور قوي في المعرض السنه دي بالعابها الجديده زي Assassin's Creed Origins, Mario Plus Rabbids Kingdoms Battle, Far Cry 5, South Park The Fractured Butthole, واخيرا The Crew 2. هنقدر نجرب كل الالعاب دي لما نسافر المانيا في فتره ما بين 22 لحد 26 اغسطس اللي جاي. لكن طبعا لو حابين تعرفوا انطباعاتنا الاولى عن الالعاب دي كلها هتلاقوها في فيديوهات موجودة على بلاي ليست E3 موجودة عندنا على القناة. مهمة جانبية في Assassin's Creed Origins هتاخدك لأهرامات الجيزة على ظهر الجمل. طبعا كلنا منتظرين Assassin's Creed Origins بفارغ الصبر، والنهاردة أشرف إسماعيل مخرج اللعبة فرجنا على لقطات جديدة من مهمة جانبية بتدخل فيها هرم من أهرامات الجيزة وبتحاول تتتبع آثار حرامية بيستغلوا الأطفال لمساعدتهم في السرقة والتجسس. عموما Origins هتصدر في 27 أكتوبر اللي جاي على اكس بوكس، بلاي ستيشن 4 وبي سي. لكن لو عايزين تعرفوا اكتر عن اللعبه ممكن تتفرجوا على مقابلتنا مع اشرف اسماعيل مخرج لعبه Assassin's Creed Origins من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن. الاسبوع اللي فات اتحمسنا جدا لما سمعنا تسريبات ان روكستار بدات تشتغل فعلا على جي تي اي 6، لكن بعدها بايام اتاكدنا للاسف ان التسريبات دي مزوره. واللي اكد ده ان كمان شركه روكستار في تقريرها المالي الاخير قالت انها تستثمر في دعم طور جي تي اي اونلاين لانه لسه مهم عند ناس كتير جدا ولاعبين كتير على الرغم من ان اللعبه نزلت من 4 سنين او اكتر. والمهم ان هم برضو هيدوا الاولويه الفتره الجايه لريد ديد ريدمشن 2 وجي تي اي في. لكن زي ما بيقولوا كل تاخيره فيها خير. عرفنا النهارده ان تاجيل اللعبه ممكن برضو يكون بسبب ان روكستار عايزه تضيف دعم نظارات الواقع الافتراضي اللي هي الفي ار او الواقع المعزز في اللعبه، وده اكيد هيكلف ميزانيه ضخمه جدا اكبر من 265 مليون دولار اللي هيتم استثمارها في جي تي اي في. لكل لاعبين رينبو 6 سيج والكوميونتي اللي موجود في الوطن العربي في مسابقه دلوقتي بجائزتها 4000 دولار في بطوله رينبو 6 سيج. اخيرا اعلنت شركه يوبي سوفت بالتعاون مع شركه انفيديا عن تنظيم اول مسابقه الكترونيه للعبه رينبو 6 سيج في الشرق الاوسط من تنظيم عرب هاردوير. عموما هنسيب لكم تفاصيل اكتر عن المسابقه وشروط الاشتراك فيها تحت في الديسكربشن. بالتعاون مع سوني اي بي ام تقدم اول درايف قادر على تخزين 330 تيرا بايت. قدروا يحققوا انجاز جديد في تقنيات التخزين وحفظ المعلومات بحجم الايد. طبعا حاجه زي كده مش موجهه للمستخدم العادي قد ما هي موجهه للشركات الكبيره اللي بتقدم خدمات سحابيه او اللي هي مثلا الكلاود والمراكز الابحاث الكبيره اللي بتحتفظ بكميات ضخمه جدا من المعلومات. لكن خبر زي ده بيورينا مدى سرعه التقدم في التقنيه اللي بنعشقها، وخصوصا لما نعرف ان نفس الشركه من سنتين بس كان اقصى رقم قدروا يوصلوا له هو 220 تيرا بايت. اكيد كلنا مستنيين نوت 8 عشان نشوف هل هتقدر سامسونج ترجع سلسله جالاكسي نوت لزمنها الجميل مره ثانيه بعد مأساة انفجار بطاريه النوت 7. واخيرا عرفنا المواصفات اللي هتيجي بيها وهي اغلبها شبه اللي موجود في جالاكسي اس 8 بلس زي حجم الشاشه وطول البطاريه والمعالج، ولكن هيجي برام 6 جيجا وكاميرا خلفيه 12 ميجا وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل. طبعا بطاريه اصغر بحجم 3300 ملي امبير وهيدعم الشحن السريع واللاسلكي وكالعاده معاه قلم الاس بن. هيتوفر بالالوان الاسود والازرق الذهبي والرمادي، لكن السعر ممكن يكون صادم شويه وهو 1000 يورو. على العموم ممكن نعرف تفاصيل اكتر عن مواصفات جالكسي نوت 8 من اللينك اللي تحت في الديسكربشن، او تستنوا لحد يوم 23 اغسطس موعد الكشف عن مواصفات الرسميه. لحد دلوقتي مش عارفين الموبايل الجديد من نوكيا هيكون اسمه نوكيا 8 ولا نوكيا 9، لكن في تسريبات جديده بتقول ان هيبقى نوكيا 8، وده بسبب انه ممكن يكون اول موبايل بنظام تشغيل اندرويد الجديد اللي هو اندرويد 8.0.0 او اندرويد او. كمان عرفنا انه ممكن يدعم استخدام الكاميرا الاماميه والخلفيه مع بعض في نفس الوقت بحيث انه يقدر يصور مشاهد واقعيه ثلاثيه الابعاد. عموما هنتاكد من النقطه دي يوم 16 اغسطس اللي جاي ساعه الكشف الرسمي عن الموبايل. في سوق الهاردوير مفيش احسن من المنافسه، وده اللي بيحصل دلوقتي مع انتل واي ام دي اللي بيتنافسوا حاليا على مين صاحب اقوى معالج مكتبي في العالم. شركة AMD وعدت من فترة انها هتقدم معالجات الثريد ريبر اللي بتحقق معادلة السعر مقابل الاداء، وده خلى انتل تستعجل في اصدار اقوى معالج عندها. اخر الاخبار بتقول ان انتل كور i9-7980XE اول معالج ب 18 نواة هيصدر 18 اكتوبر اللي جاي، لكن بسعر مبالغ فيه جدا يوصل ل 2000 دولار.
هسيب لكم في الديسكربشن تحت اللينك لمواصفات المعالج ده بالتفاصيل. كتير من اللاعبين فرحوا جدا بكارت الاي ام دي ار اكس فيجا 64 اللي هيقدر ينافس اخيرا كروت 1080 و1070 من انفيديا، لكن للاسف الفرحه دي ما طولتش لاننا عرفنا ان قدره الكارت على التعدين او المايننج هتكون قويه جدا، وده ممكن يخليه يختفي من السوق بسرعه او يكون سعره غالي زياده عن اللزوم بسبب نقص الكميه. اكيد ده خبر كويس للمهتمين بالتعدين او المايننج، لكن مش للمستخدمين العاديين او اللاعبين. لكن AMD اكدت ان هي عامله حسابها على حاجه زي كده، وعشان كده هخلوا الموضوع يتاخر اساسا في اصدار RX Vega عشان توفير الكارت في السوق بكميات كبيره جدا تغطي الطلب. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وعشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار دي تابعوا موقع عربهاردوير.net والانستغرام تويتر فيسبوك ويوتيوب. باي.